الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. أوضاع السوق باختصار وتغريدة جدا مهمة، وفساد بالفريق الأفالانش، وانهيار قادم لعملة الأفيكس. وإذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية. صديقي انضم لنا على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الأخبار والصفقات الرابحة. تغريدة لأحد المستثمرين والأصول الاقتصادية. أسهم وعملات وشركات، أكثر من 1,000,000 متابع على تويتر عنده عقلية المستثمر. شباب، التغريدة بتقول بأنه ما في سوق بينتهي، مهما نزلت الأسواق رح ترجع إذا كانت المشاريع اللي أنت مستثمر فيها قوية. بأنه أفضل وقت للاستثمار بهذا الوقت وقت البير ماركت. التغريدة هذا مو يعني وصلنا للقاع. لما تشوف هيك تغريدة من شخص بيعطي الثقة باستثماراتك أكثر. شركة الإماراتية عملت شراكة مع منصة باينانس لتقبل الدفع بالتشفير. هالشي بيثبت قوة الكريبتو. شباب، كلامي بيعني خلي عندك ثقة بأفعالك. شباب، هجوم منظم على مشروع الأفالانج عملة الأفيكس. هلأ أنا اللي شفته في موقع كريبتو ليك، تم تسريبات فيديوهات لشخص محامي بأنه هو رح يرفع دعاوي على مجموعة من المشاريع من ضمن عملة الأفالانج. الفيديو واضح مفبرك، حتى تم إعطائه مبلغ من المال 1 أو 2% من مكسب لاي من العملة. طبعا شباب، هالهجوم بيقوم منسق مع فتح عقود شورت للعملة بمبالغ كبيرة جدا. هدفهم بأنه يحطوا المشروع ويدمروه. أكيد رح يكون في إلهم استفادة مالية بعد هالشي. في حركة لا أخلاقية، جهات حيتان قراصنة، شيء من هذا القبيل. وطبعا سيزي باينانس أعطى رأيه وقال هذا ليس صحيح. للأسف هن نجحوا بانخفاض العملة، وطبعا مع الدعم الدعاي للفيديوهات المضرة للمشروع. وبالأساس عالم التشفير من أخطر الأسواق، فلذلك ممكن يضجوا هالخبر للناس بأنه رح تنهار هاي العملة مع فتح عقود الشورت. ممكن يصير فيها انخفاض لكن مو لدرجة انهيار. فعلا إذا بنشوف العملة مسجلة شمعات حمر مخيفة. شباب، حبيت أحكي عن هذا المشروع لأن هذا المشروع أثبت وجوده وأثبت نجاحه. طالما المشروع ناجح رح يشوف أعداء. صديقي، إذا أنت كنت واثق من استثماراتك ما تخاف أبدا بهيك أخبار مضللة. وهيك شباب بيكون وصلنا معكم بنهاية أخبارنا. إذا حابب تسمع الأخبار السوق أول بأول، انضم لنا على الرابط اللي بأسفل الفيديو.